أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مصر عليها وهو مسلم فهل يحرم من خمر الآخرة؟ متوعد بهذا، قد يعفو الله عنه، من أهل الوعيد، قد يعفو الله عنه وقد يعذبه فيمنعه من شرب خمر الجنة، الله أعلم. المهم أن هذا من أحاديث الوعيد. نعم.